مش فاهم، انا مش فاهم انت ليه مصر انك تعامل ابني انه مجنون؟ ليه؟ بلاش هو يا سيدي، اعتبرني انا اللي مجنون وبخاف على بنتي من نفسي. في الاخر بنتي احبها زي ما انا عايز يا سلطان، وبالطريقه اللي تريحني يا حبيبي. ما كلنا بنخاف على بناتنا، بس انا بخاف عليها بقى اوفر. حقي ولا مش حقي يا سلطان؟ حقك. اقول لك ايه، بس بقول لك ايه، تعال نحسبها كده كويس مع بعض. بنتك وابني عارفين بعض من وهم صغيرين، صح؟ صح يا سيدي. ومخطوبين رسمي بقالهم 6 سنين، صح؟ تمام. في خلال ال6 سنين دول بقى انا حاولت ان انا اكمل الجوازه بتاعتهم، وحضرتك كنت بترفض، واحنا احترمنا ده جدا جدا علشان حضرتك قلقان والولد وامه قالوا معلش عنده حق. صح. كمل كمل يا سلطان. اكمل؟ اتفضل. معنى الكلام ده ايه؟ ان الولد والبنت عايزين يكملوا حياتهم مع بعض مهما كانت الظروف، صح ولا انت مش شايف انه صح؟ مظبوط يا سلطان. نعم. يبقى اكيد اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد بس، ان الولد والبنت عايزين يعيشوا مع بعض ويكملوا حياتهم تحت اي ظرف من الظروف. طب ايه رايك بقى؟ انا اللي بقيت مش موافق يا سلطان. يعني ايه معنى الكلام ده يا سعيد بيه؟ اللي انت سمعته يا سلطان واللي انت بتقوله بالظبط. على فكرة انا طول عمري عندي ازمة مع عمر. عمر على فكرة مش هو المشكلة، عمر ممكن يبقى راجل ما يتعيبش، لكن انا شخصيا مش متخيل ان انا بنتي طول عمرها تفضل عايشة معايا يا اخي وبعيد عني. لا يمكن. وابنك لا يمكن، مستحيل يرجع عن اللي في دماغه يا سلطان. ماشي معاك في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس افرض بقى ان انا اتكلمت مع ابني واقنعته ان هو يسيب الشغل الجديد ويجي يعيش هنا في مصر وهو رفض، شكلي انا كأب هبقى ايه؟ خلاص خلاص يا سلطان، يبقى خلاص مفيش نصيب يا اخي. كده مفيش نصيب؟ اه. طب وفريده؟ مالها؟ فريدة بنت ناس يا سلطان، ومش ممكن ابدا هتنفذ ولا تقبل حاجة ابوها رافضها. اللي حضرتك بتقوله ده ضد انها تعيش سعيدة. سعيدة ده ايه؟ سعيدة دي حكاية ممكن تتنسي، لكن ان هي تعيش على طول بعيد عني واحنا نفضل مرعوبين عليها، هو ده المستحيل يا سلطان. رعب ايه بس يا سعيد بيه؟ رعب ايه؟ عيب. ما يصحش اللي انت بتقوله ده. اللي بتقوله ده إهانة ليا ولابني، وابني لا يمكن هيبقى عشماوي متجوزه بنتك ومش هيرعبها ابدا. وانا مش مجنون، مش مجنون ابدا يا سلطان، علشان اجوز بنتي لواحد كل هدفه في الحياه ان هو ينتقم وياخد بطار واحد صاحبه يا سلطان، حتى لو هو شخصيا مات. لو كان عايز يعمل كده فعلا زي ما حضرتك بتقول ما كانش ساب الخدمة وحرق قلبي وقلب البيت كله عليه. الكلام ده تصدقه يا سلطان زي ما انت عايز، لكن انا يا حبيبي عارف عمر كويس. عمر عنيد عنيد، ومش هيتنازل عن اللي في دماغه نهائي. انت مش هتعرف ابنك اكتر مني. وانت مش هتخاف على بنت يا سلطان اكتر مني. اقولك يا سلطان، تيجي تعتبرني مجنون؟ اعتبرني مجنون يا اخي وبخاف على بنتي اكتر من خالها. من فضلك يا سلطان ريح نفسك وريحوا حبيبي وريحنا كلنا. اعمل معروف يا سلطان، خلصني من المصيبه اللي انا فيها من فضلك. بقالي 6 سنين، 6 سنين بحاول اقنع نفسي ان ممكن بنتي فريده ترتبط باسم عمر سلطان ده. معرفتش.
ليه يا سعيد؟ ماله عمر؟ مش طيب؟ مش عايز وجوده في حياتي اصلا. مفيش حاجة كده أبدا، كل حاجة لازم يكون لها سبب. مش النهاردة اللي هنسأل إذا كان عمر ممكن يتجوز بنتنا ولا لأ. عمر إنسان كويس أوي، مثقف، متربي، ابن ناس، ابن عيلة، وفوق ده كله بيحبها وهي بتحبه. طب يا عيلة ما بحبوش؟ ليه؟ عايدة هو حكاية الحب ومش الحب هي فيها ليه ومش ليه؟ ما بحبوش يعني ما بحبوش عايدة في ايه؟ هو أنا يا بابا؟ هو مشعل؟ ملهاش أي أهمية عندك خالص؟ أنت لو ما كنتيش مهمة عندي أنا ما كنتش كافحت كل الكفاح ده عشان ما حدش ياخدك مني. دي أدرى واحدة في الكون. قد ايه احنا تعبنا مع الدكاترة سنين علشان نجي فريدة، وانت بالذات عارفة كويس قوي دفعت تمن قد ايه انك انت ما تقدريش تخلفي بعد كده. انت الوحيدة اللي عارفة معايا، وارد وارد انك انت تبقي زعلانة مني، وارد وارد ان انا ابقى بتلكي في العمر، لكن ايا كان رايكم ده قراري، قرار نهائي، مش هرجع فيه ابدا. بابا مفيش حد يعرف ياخد قرار بخصوصي انا وفريده غيري، انا وفريده وبس. لو كنت انت بس اللي تعمل. ابوها عنده مشكله، ابوها عنده مصيبه، انه خايف عليها منك. لا يا بابا هو مش خايف عليها، هو بيغير عليها. بيغير على مين انت كمان؟ انت مجنونه؟ ده ابوها. ايه المشكله؟ المشكله ان ابوها. يا ابني ابهات كتيره جدا بيستخسروا بناتهم في اي راجل. ده يبقى مرض بقى. لا يا ماما، اظن حضرتك يا بابا لو حسيت ان انا ممكن ابقى عايشه مع راجل تاني هتبقى مخنوق منه من فكره الجوازه نفسها. لا يا بنتي، ده شعور طبيعي جدا، بس انا اكيد من جوايا هبقى فرحان لك. وهو ده الفرق الوحيد. فرق ايه؟ انه مش مبسوط. هو انا هاكلها ولا هموتها؟ دي هتعيش معايا وفي احسن مكان في الدنيا كمان. انت ليه مصمم قوي كده ان هناك يبقى هو البديل لشغلك يا عمر؟ ليه مش هنا؟ ليه مش في اي حته قريبه تخليك عايش هنا؟ ما انت كمان بتعرف تعمل حاجات كتيره قوي غير الغطس. عشان انا لما روحت هناك لقيت نفسي مرتاح، حسيت ان هو ده المكان اللي اقدر الاقي فيه نفسي. ولما تعرف دلوقتي بقى ان اللي مخليك مرتاح ده هو اللي هيبعدك عن فريدة، انهي اهم؟ ايه اللي يخليك مرتاح اكتر؟ انك تبقى هنا وانتوا مع بعض، ولا تبقى هناك وفريدة تروح منك؟ مفيش اي سبب يخليك مصمم قوي كده على السفر وانت عارف ان التمن فريدة غير حاجة واحدة بس، حاجة انت عارفها كويس قوي. وبكده انكل سعيد يبقى عنده حق، او على الاقل مش بيتلكك. ما ترد يا عمر، ايه الاهم والاولى بالنسبة لك؟ عمر هو في سياحة يا ابني اليومين دول؟ أنا مش عارف إيه اللي مخليك متمسك بالمكان ده قوي. يا جماعة أنا بكرة هتكلم مع فريدة، هنتقابل ونتكلم. دي قضيتك أنت وفريدة، إنما أنا مش هقابل الراجل ده تحت أي ضغط من أي نوع ومن أي حد. ما تكبرهاش بقى يا سلطان. لو سمحت يا سمية، شوف يا ابني الراجل ده جه هنا واتكلم كلام فارغ كتير، وأنا من أصلي ومن ذوقي ما رضيتش ارد عليه، لانه في البدايه وفي النهايه هنا في بيتي، يعني ضيفي. دلوقتي انا عايز منك حاجه واحده بس. ايه رايك في الكلام اللي خالد اخوك قاله؟ تليفونك بيرن يا رباب. سامعاك. مين؟ مش عارف. ده أيمن بيه. والنبي ابن حلال لسه كان على بالي دلوقتي. ألو. صباح الخير يا رباب.
صباح النور يا ايمن بيه. انا قلت اطمن عليك انت والست ساميه. الحمد لله ادينا قاعدين ومستنيين. بقول لك ايه بنت يا رباب يا بنت. ثانيه واحده ايمن بيه. هاتي التليفون عايزه اكلمه. هاتي ايمن بيه، عمتي عايزه اكلمك. يا ريت. هو حد يطول؟ الو، ازيك يا ايمن بيه؟ وحشتنا والنبي. والله وانتوا كمان يا ست ساميه. ولما هو كده يعني لازم ما نشوفكش الا في المشاكل. ما نشوفك ازاي بقى؟ شوف انت تأمري بايه وانا تحت امرك. ما يأمرش عليك ظالم ابدا يا اصيل يا ابن الاصله. بقول لحضرتك ايه يا ايمن بيه، بتحب الباميه؟ الله، هو في حد في الدنيا دي ما يحبش الباميه؟ الموكوسه اللي عندي ما بتحبهاش. لا والنبي ما تقوليش عليها كده يا ست ساميه، دي رباب غلبانه. يعني يرضيك يا ايمن بيه ادب حله الباميه قد كده واقعد اكلها لوحدي زي اليتيمه؟ معلش. ومعلش ليه؟ ما حضرتك تخطف رجلك كده وتيجي تتغدى معانا وتشرفنا، اهو مره نشوفك من غير مشاكل. ربنا يبارك فيك يا ست ساميه، معلش خليها مره تانية بقى. انا في الاسم ومشغول جدا والله. اكبر بخاطرنا بس يا ايمن بيه، ده كلها ساعه زمن. هتاكل لقمه وتشرب كوبايه الشاي وتتكل على الله كده على الاسم في سلامه الله. ده انت لو اتمطعت كده هتبقى عندنا. ماشي يا ست الكل، خلاص مستنيينك. خد معاك رباب هتتغدى معانا. الو. ايوه رباب. ايوه ايمن بيه، هنستناك. خلاص، تحبوا اجي امتى؟ اهي تدبيسه رسمي. وقت ما انت عايز. لا يعني انا بسال بس، يعني انتوا هتجهزوا الغدا امتى عشان ما اجيش اكركب الدنيا واعمل عوق في البيت؟ يعني نص ساعة يسخن بس الاكل. تمام كده. خلاص قولي الست سامية متشكر قوي قوي قوي. متشكرين على ايه بس يا ايمن بيه؟ ماشي يا رباب. سلام دلوقتي. السلام عليكم. تأخرت عليك؟ لا أبدا. خليه خلي. خليك. النسكافيه بتاعك برد. لا كويس كويس. عارف يا عمر، أنا بقت الحكاية ثقيلة على قلبي أوي، كل ما نقعد نهاتي ونتكلم في موضوعك أنت وفريدة ده يا أخي اتخنقت، عشان كده عايزك تفهمني. يا أنكل، هو حضرتك أكيد عارف فريدة بالنسبة لي تبقى إيه، وأكيد عارف برضه أنا من قد إيه وأنا نفسي أتجوزها. إحنا اتكلمنا في الموضوع ده يجي مليون مرة قبل كده. ممكن بعد إذن حضرتك أكمل كلامي؟ اتفضل يا سي عمر. لو فرضنا إن أنا كنت كملت في الخدمة وطلع لي قرار نقل للمكان بعيد، يعني السلوم مثلا، وساعتها فريدة كانت بقت مراتي، حضرتك كان هيبقى موقفك كده برضه؟ فرضية يا عمر غير منطقية. ليه؟ أنا كنت هبقى بشتغل ظابط وده شيء وارد جدا في شغلنا. يا سيدي أنا بقول على فرضية إنها تبقى مراتك، يا أخي الشيء اللي أنتم مصممين إن أنتم ما تفهموهوش ومصرين إن أنتم تفضلوا عليه هو إن أنا شخصيا كنت ضد العلاقة اللي بينك وبين فريدة بنتي من أول لحظة، فاهم؟ وقلت الكلام ده لأبوك. أمال إحنا مخطوبين ليه من الأول؟ عشان فريدة كانت عايزة كده يا سيدي. أيوة بس كان لازم هيجي وقت ونتجوز. مستحيل، لأنك أنت كان ممكن إن أنت تغلط غلطة كبيرة زيتي فآخد القرار النهائي. أيوة بس افرض إن أنا ما كنتش غلطت الغلطة دي وكانت الأمور مشيت زي ما كانت. مستحيل، لأن حضرتك غلطاتك كتير وكانت حالة فريدة على طول بتسوء يا أستاذ عمر. وعلى فكرة أنا صبري عليك يا حبيبي خلاص وصل للآخر، اتخنقت نفس. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا حاسس إن أنا زي ما كنت تايه. اسمع أنا يا حبيبي مضطر أقولك على أشياء أعتقد إنك أنت هتفهمها. أنت لو أب وحصل لك المعاناة اللي حصلت لي انا ومراتي لمده 5 سنين بين الدكاتره والكفاح علشان تيجي فريده بعد كل العذاب ده، وكانت نتيجتها ان امها بطلت تخلف بعد كده،
هتقدر تفهم قد ايه انا خايف عليها وقد ايه لازم احافظ عليها. عشان كده مستحيل اوافق على اللي انت عايزه. وعلى فكرة ده السببين، السبب اللي انا قلته لك، والسبب التاني يا اخي ان انا عارف ومتأكد انك مستحيل هسيب حكاية صاحبك اللي مات. ازاي؟ الدليل ايه على اللي انا بقوله؟ ما عنديش، لكن احساس عندي من خلال معرفتي ليك. دول السببين. انا قراري واضح يا عمر، مستحيل. حتى ولو كان القرار ده على حساب بنتك وسعادتها. عمر تعب ساعة على كل ساعة. عاد اذن حضرتك. اسف عمر انا اسف، سامحني انا اب. السلام عليكم يا رباب. وعليكم السلام، اتفضل يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. والله ده احنا زرنا النبي. الله يخليك يا رباب. تعبت نفسك يا ايمن بيه. ما فيش حاجه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا يا ايمن بيه. النهارده يوم عيد والله، نورت البيت والدنيا كلها. والله منور باهل ست ساميه. تعيش الله يخليك يا رب. بس ليه التعب ده كله؟ لازم تحرجنا يعني وتجيب حاجة معاك؟ تقوليش الكلام ده، ده حاجة بسيطة. ربنا يبارك لك يا رب. قولي بقى اتأخرت ليه؟ معلش رحت أغير هدومي، أول مرة من ساعة ما اشتغلت في القسم ما اخدش معايا هدوم ملكي، والناس بتشوف الميري قلبها بيتقبض. عندك حق. دي حاجة صعبة قوي. أيمن بيه بقى بص، احنا مش هنحط الشرب دلوقتي، أنا هروح الأول أسخن الأكل وأجيبه على طول. اللي انت عايزاه نشرب بعد ما ناكل يعني. انا تحت امرك. تعيش الله يخليك يا رب. خليك انت جنب ايمن بيه وانا هسخن الاكل. منور الدنيا يا ايمن بيه. يا اهلا وسهلا. يا بسم الله ما شاء الله، احنا بينا احسن كتير. وايه الشياكه دي كلها يا رباب؟ الله يخليك يا ايمن بيه. لا بجد احنا كده احسن بكتير. نعمل ايه بقى يعني؟ محدش يكره ان هو ياخد باله من نفسه. بلاش بس الدنيا سرقانة ومخلينا ناسين نفسينا. يا بنتي مفيش حاجة تستاهل. ياما دقت على راس طبول. عارفة أهم حاجة يا رب؟ إن يكون ضميرك مستريح. ونعم بالله يا باشا. أقول لك سر. قول يا أيمن باشا. لا ما بهزرش، أتكلم بجد. أوعى تقولي لها. كبير. الست دي عملت معايا النهاردة أحلى حاجة. إشمعنى؟ كنت هموت على البامية. اه والله اول ما كلمتني ما كانش في دماغي، اول ما قالت لي باميه ضربت في نفوخي على طول. صحيح والنبي بسيطه، احنا على كده نعمل باميه كل يوم. مش للدرجات يا رباب، يا بخت منظره خفف. يا ايمن بنت جمالك على دماغنا من فوق. يعني حتى باباك ما بقاش عاوزنا ان احنا نكمل مع بعض. المشكله مش في بابا بس متضايق شويه وهيروق. مشكلة باباك انت يا فري. احنا ملناش دعوة، هي دي مشكلته وحلها بنفسه. يا عمر انا جيت للدنيا دي وكبرت وانا بحبك، وكل همي في الدنيا دي ان احنا نبقى مع بعض. يعني عشت هنا، عشت في مرسى علم، ان شاء الله في تايلاند، المهم ان احنا نبقى مع بعض. اللي قالهولي حسسني انه مستحيل يرجع في كلامه. انا كنت بوصله كاني اول مرة اشوفه في حياتي. مش مهم. هو ايه ده اللي مش مهم؟ يعني مش مهم يا عمر، احنا كبار وقادرين ناخد قراراتنا بنفسنا وننفذها. ممكن توضحي اكتر؟ نتجوز يا عمر. طب وهما؟ محدش له دعوه بينا، ده امر واقع. وزي ما بابا قالها لك، وجع ساعه ولا كل ساعه،